مشاهدينا، يا سلام ما أجمل يومي، وإن شاء الله يكون يومكم أجمل. واللي معشي ولا شي يتحمل، الدنيا قصيرة ورع الله من تجمل. بابا ها خي الماء كمل. عن إذنكم أتصل صاحب الوايد. ها السلام عليكم، نشتي ما يا سيد الناس؟ يلا طيب خلاص مع السلامة. أسامة مسرع كمل المشروع. يا أبا أصلاً الماء ما جيش هذا الأسبوع. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ الكل منه موجوع. بابا مش الكل. كيف؟ أصلاً بعض الحارات ما قد بش عندهم مشروع. يعني كلنا سواء والكل من هذا الموضوع قد اكتوى. أوه نسيت، إحنا على الهواء. وبعض القرى قد وصلهم المشروع لكن له من زمان مقطوع. قد ذح علينا المواصي وخيمن فيها الصراصير، والمزارع المسكين يضطر لبدائل عديدة وكلها مكلفة، خاصة لو القريب بعيدة. ما يوصل الماء إلا بمبلغ وقدره، وبعد فترة يبيع المحصول بمبلغ المهم الحاصل، ويزيد يوفي حق الماء من داخل. لو ناقشنا أسباب التقصير وهي قليل مش كثير، أهمها التبذير. بعض البيوت ما بش عندهم تدبير، وبعض المزارعين يسقي الأرض بطريقة عشوائية والمفروض بالتقطير. تخيلوا يا جماعة، قبل حوالي شهر شفت موقف في المسجد التالي القهر. واحد فاتح الحنفي لا الأخير وبيجابر صاحبه وكأنه شابك من البحر. جيت انصحه أنا، واحد رد علينا بدم بارد قال مش من حق أبدكم، خير الله واجد. كيف يتعامل مع واحد هذا يقاله شوته من حق الكابتن ماجد؟ ابني معك حل ولا سكهتني الهداء؟ خلاص يقاله لكمة من حق سيف النار. حافظ عليا لا تفرط بيا، لا يجي لك يوم تندم عليا. حافظ عليا لا تفرط بيا، لا يجي لك يوم تندم عليا. يا قطرة الماء لا تأخذينا، كم في منا مبذرنا. صوفي عليكم الله يهديكم، وبالجفاف لا يبتليكم. حافظ عليا لا تفرط بيا، لا يجيلك يوم تندم عليا. حبك بقلبي يحفظك ربي، فلتسلمي لي يا قطرة الماء. حافظ عليا لا تفرق بيا، لا يجيلك يوم تندم عليا. مشاهدينا الماء نعمة من ذمته إلى كل ذمة. حافظ عليا سواء كنت في بيتك أو في بيت واحد ثاني، وسواء كان الماء بفلوس أو مجاني، حتى لو كان معاكم وسط البيت بير، خلوا عندكم يا ناس ضمير واحذروا من التبذير. بابا ها خير، هذا واحد خارج قال تجاوبه. داري صاحب الوايد ويشتيني حاسبه. ماشي، هذا صاحب الفواتير حق الماء. سواء يا بي سواء، اشتوا حساب والمشروع ما بش. لو تدرى يا بابا صدقة ندي له ماء قدو عاطش.